شكرا جزيلا. الله يسلمك بالتحديد. نعم. جزيرة تاروت طبعا هي تعتبر فيها أهم شاخص تراثي على مستوى صح أنا هذا رأيي. حابين على الهواء برياليتي باللايف الآن نكتشف جمال هالناس، نكتشف بساطتهم، نكتشف حرفيتهم، نكتشف ثقافتهم، نكتشف فنونهم، نكتشف طيبتهم وكرمهم. حنا من يوم وطينا أرض الشرقية بترحيب رائع بجمال رائع. يا أخي أنتوا شنو من بشر جد والله. ناكل سمك. أهل الشرقية وبالذات خلنا نتكلم سكان القطيب لهم تاريخ، لهم وجود، لهم محبة، لهم ثقافة، لهم فنون، لهم طبخ خاص فيهم، لهم هوية خاصة فيهم. وشلون مندمج هذه الهوية كهوية سعودية وكهوية شرقية؟ خلونا نكتشفها معانا في سنابنا في شمس تور. حياكم الله. الخوص. الخوص نعم. الحاج منصور مدن أبو عبد الله هو واحد من أهم صانعين الخوص. الله عليك أبو عبد الورد. بتضل عندك كم سنة معمرة صديقة للبيئة؟ صحيح. وتراث وتصير كذكرى، يعني غير الوردة الطبيعية يومين وبترميها. صحيح. بتضل السنين طويلة. والوردة الصناعية تجينا بلاستيك. وخلينا أقول لكم أنا عندي خبيرة طاقة صديقة لي دخلت البيت، أنا أحب الورود، فزي ما قالت لما أجيب ورد طبيعي ثاني يوم ثالث يوم لازم أغيره، فقمت جبت ورد بلاستيك. فقالت لي أرجوكي شمس شيليه من البيت لأن هذا طاقته ميتة ويجيب اشياء مش كويسه للبيت. الان عندنا ورد ما يروح، مش بلاستيك، مش صناعي، هو من الطبيعه، استلم من الطبيعه، في جمال ويظل فور ايفر فيكم تحطونه 70 سنه يعني. الله. بس تحافظوا عليه كل ما بين فتره تمشي عليه بس مويه بس تحيها بالماء تعيش 70 سنه ما تخترب. الله عليك. انت الوحيده المتخصصه في هذا الشيء، الوحيده على مستوى العالم اللي ابتكرت صناعه الورود والخوص. الله عليك يا معصومه. الله. فين نقول منتجاتك؟ نبغى الحين نعلن للناس عن منتجاتك. فين مكانك؟ حق القوارب التقليدية القديمة يوم الغوص لأجداد الأجداد. شلون قادر تتحكم إنك في يد واحدة ما شاء الله قاعد تسوي هذا الفن وقاعد تسوي هذه الحرفة الرائعة اللي محتاجة يمكن 10 إيدين؟ فني الواحد مزاجي، هو إنجاز، هو إبداع، هو تبا للمستحيل، هو قهر لكلمة أنا معاق أو أنا يدي مش موجودة أو أنا، يعني أنت شخصية ملهمة. أنا مبسوطة تعرفت عليك. ودي توجه كلمة للي عنده 2 إيدين واثنين رجول وعنده كل شيء كامل وما عنده عطاء في الحياة، ممكن؟ أقدر أوجه كلمة إن الواحد بالإرادة ما في شيء مستحيل. الله عليك. سوى بيدين ولا بيد واحد. الله عليك. أنا شفت في التلفزيون الناس معاقين بالرجل يا رجل. صحيح. يعني لا يدين برجله. وعندنا مشروع اسمه مشروع لوحة المحبة. السلام عليكم. والسلام. هو أول من بدأ فيه. نعم. كل الأنبياء وكل الرسل كل رسالتهم كانت عن السلام، البشرية، التآخي، هو كله واحد بالآخر، هو السلام، هو الأول وهو الآخر، فهو مختصر كل الحياة. مصر المنتجة بشكل معين. الله. هذه حقيبة وهذه حقيبة وهذه حقيبة. سو أجزاء اللوحة. أجزاء اللوحة تكون جزء. أيوة. الهدف من هذا كله لدعم جمعية مرضى السرطان. مرضى السرطان. نعم. وهذا هو الهدف اللي احنا رايحين لها الآن. الرمز المنطقة. الرمز. أيوة. المنطقة هذه هي لوحة من أجمل لوحاتي يا عمري. جد. هذا من رسمك. نعم. الله عليك. لي يعني تسوى عندي حاجات كبيرة ومهمة جوايا. تستاهلي. شكرا جزيلا. زيارتك عزيزة وغالية. شكرا يا عمري. الله يخليك. نشكر لكم استقبالك. أيوة والله. احنا والله اللي تشرفنا واحنا اللي أضيف إلينا. حلو. وهذه اللوحة رسمت 91. أنا رسمت هذه على أنهم 3 أجنة في بطن واحد. بعد 16 سنة الله رزقني 3 بنات لوحة. يا الله. سبحان الله. من حيث لا أعلم. جد. إي والله. سبحان نعم. الله. طاقة الجد. فلذلك يمكن فلسفتي الآن في الحياة في لوحاتي كلها الجديدة، لو بتشوفوا أي لوحة بتشوفوا أن هذه بصمتي في لوحاتي. وثبت هذه القطع، هذه عمرها 350 سنة القطع. الله. ولو بقت في الأرض راحت. صحيح. أنا حافظ عليها في هذه اللوحة. أيضا بالخيش حاولت أني أدمج بين الخيش كقيمة لا قيمة لها وقيمة جمال. يا الله. هذه يمكن.